رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية وبرنامج شباب قول وفعل. يمكن ما أبي أصير دبلوماسي لأن الإنسانة إنزين اللي راح تكون معانا هي قول وفعل هم ضرب 2,000,003 و4. مو كل من خذاله قطعة قماش وراح فصلها بخياط قال والله أنا مصمم أزياء، لكن اللي ثبت اسمه ويثبت بصمته من خلال وصوله إلى العالمية، من خلال عمله على نفسه وعلى شغله ووصوله أنه يكون أو تكون عضوة في مجلس سيدات الأعمال العرب البي بي دبليو، طبعا وين راح ياخذنا التفكير؟ شروق سالمين، ما في غيرها، سيدة الأعمال والمصممة مالت الأزياء الجميلة والراقية أختنا شروق سالمين، حياك الله. تسلم، شكرا على هالمقدمة. الله يسلمك، هذا يمكن أقل من قدرك يا أخوي. تسلم كلك. يا هلا مرحبا فيك، للأمانة احنا سعيدين أكيد بتواجدك ويانا برنامج شباب قول وفعل، وأكيد راح نتعرف يمكن من خلال وجودها وحضورها ويانا عن كثير من الأمور اللي تخص عالم الأزياء اللي خلينا نقول البعض يغفلها، فمن خلال وجودها أكيد راح نتعمق بهالمواضيع هذه. بداية أول شيء خلينا نتكلم ويانا شلون تم مشاركتك بمعرض يمكن وست أنفيلد، ويا ريت تكلمينا عن يمكن هالمشاركه هذه اكيد كانت اضافه جميله لك، فيا ريت تكلمينا عن بداياتك بهالموضوع هذا. والله في البدايه انا كنت قاعده احضر حق كولكشن وفاشن شو في قطر. حلو. يعني اتصال من لندن انه يبوني اشارك في فاشن شو. هو الهدف من الفاشن شو هذا اللي هو يوضح دور المراه العربيه والمسلمه عند الغرب او عند في اوروبا بالذات، يعني لانهم ماخذين فكره ان يعني تقريبا المراه العربيه مهمشه ما لها دور، يعني ما لها دور واضح في المجتمع. فاختاروا من كل دول اسلاميه تقريبا مو بس العربيه، لان كان في دول اسلاميه مشاركه، اختاروني انا امثل الكويت، كنت الوحيده من الكويت، وكنت بنفس الوقت الماستر ديزاينر في الديزاينرز اللي موجودين، احنا كنا 11 ديزاينر، طبعا ما شاء الله عليهم كلهم كانوا مميزات، يعني المصممات المشاركات من كل الدول، فكان التنافس كبير والحمد لله، يعني ان شاء الله اكون طلعت بالصوره اللي ترضي. اكيد دائما يا شروق انت تطلعين بالصوره الجميله، وما ننسى يمكن قبل سنتين كويت فاشن برستيج الاول الكويت كلها كانت تتريا وتدور حزام، لما كانوا يشوفون على بنت يقولون هذا حزام انزين شروق سالمين. ني حق هذا الموضوع، ني حق رايك الجميل، ابي ارجع هم قبل سنتين كانت هناك مقابله ما بيني وبين المصمم العالمي من بعد ما شفتك بيوم كريستيان لوبوتون، مصمم خلونا نقول مكرم السامع الاحذيه الجميله، قال انا المراه الكويتيه من بد نساء العالم كلها اللي شفتها اعرفها، ويقول لمن اتمشى في لندن ولا في باريس من اشوف وحده اقول هذه كويتيه او ان هذه مجرد عربيه. المرأة الكويتية جدا متميزة. رأي الأخ كريستين لوبوتون، إيش رأيك فيه وشنو تعليقك عليه أن البنت الكويتية ميزة نفسها؟ والله للأمانة أفتخر بهذه الشغلة، لأن أنا وين ما أروح أسمع نفس الجملة. حلو. يعني مؤخرا توني أنا صار لي يومين راجعة من دبي، لما تدش أي بوتيك خاصة البراندز التوب براندز، يعني من آخر شيء مسجل لك الفاتورة تعطيهم الموبايل، يقول على طول يقول لي عرفت من رقم الموبايل، عرفت انك كويتيه، عرفت انك كويتيه من ستايلك او من لبسك. ونفس الشيء يعني وايد تسمع هالجمله من وايد ناس ما تسافر، فهذه شغله انا الحمد لله افتخر فيها ككويتيه خاصه مجالي، يعني الحمد لله احنا نفتخر بهالمشاريع يمكن والطاقات الكويتيه لما نشوف شبابنا اكيد قاعد يقومون يمكن في كثير من الامور اللي بالفعل يعني يرفعون راسنا ويرفعون اسم الكويت خارج دوله الكويت. يمكن من خلال طرحك لي افكار كثيره اكيد بهالمعرض هذه، خلينا نتكلم شوي، اكيد كان لك طرح مميز وجميل وجانب اخر في انك تبرزين يمكن البنت الخليجية أكيد أو الروح الخليجية. والله شوفي أنا حرصت أني أنا أبرز هالنقطة هذه في كل التفاصيل في الشو. ممتاز. أول شيء في الشو يعني أنا كنت مشاركة بست عروض مو عرض واحد، لأن كنت ماخذة أكثر من فئة من الديزاينات، الكاجوال والاستقبالات والحفلة والعرايس، فحاولت أني أعرض يعني ولو جزء بسيط من كل نوع عشان الناس تشوف الشغل اللي أنا أسويه. حاولت اني احط البصمه الكويتيه الخليجيه والعربيه في الشو، اولا من الناس اللي خليتهم يشاركون معي، يعني انا خليت مجموعه من البنات اللي هم عندهم مواهب في مجالات لها علاقه بالفاشن، يعني مثلا اخذت كانت معي خبيره تجميل آلام رزوقي شاركت معي وحضرت معي الفاشن شو، هي اللي اهتمت بمكياج العرضات. كانت معي مصممة اكسسوارات الشعر منيرة نفس الشيء تيارا كويت، وكانت معي من السعودية مصممة مجوهرات أروى بعدها مشاركة معي. حلو. كل واحدة فيهم كانت لها بصمتها.
بلس اني انا استخدمت الموسيقى الكويتيه الخليجيه في الشو، حرصت أن يكون يعني اوضح البصمه الخليجيه في هالنقطه، زائد اني ختمت كل العروض في يعني سويت شغله لفتت نظر الموجودين اللي هي خليت العربيه للعود زودوني بعطور كل بدله حسب لون البدله طبعا. ختمت فيها ختمت فيها كل العروض، فهذه من الاشياء اللي لفتت نظر الحضور. حلو يعني للأمانة دائما شروق سالمين متميزة، يعني البوكا دوتس اليوم طالعة ويانا وشغل طيب، ودائما انتي تسبقين خلينا نقول المصممات الأخريات اللي موجودين عندنا في الإقليم العربي، مو بس في الإقليم الخليجي أو دول الخليج، لأنها هي متميزة كويتية ومنحازين لها، يعني عنصرية جميلة هذه. انزين شروق، لو نقول منو أبرز وأهم الناس اللي دعمتك في الفاشن شو اللي صار في ويستفيلد؟ والله للأمانة يمكن أنا أعتبر نفسي محظوظة لأن حصلت دعم من أكثر من جهة، طبعا من أهلي ومن زوجي، هذه النمبر ون يعني كانوا معي. الله يسلمك. بلس أني أن أنا من أول لحظة قررت فيها أني أنا أشارك في الفاشن شو، كانت معي هو عموما الفاشن شو كان برعاية السلك الدبلوماسي بلندن، واللي طبعا أكيد كلكم تعرفون رئيس السلك الدبلوماسي كان السيد خالد ويسان. كانت حرم السيد خالد ويسان السيدة دلال الحميضي هي اللي مرافقتني في كل خطواتي، يعني من أول لحظة قررت فيها أني أنا أشارك في الشو، كان دعمها يعني ما أقدر أوصفها صراحة، الله يعطيها العافية، سواء قبل الشو أو خلال الشو أو بعد الشو معنويا، زائد حضورها كان معي في كل الخطوات، يعني حضورها الفعلي، فيعني كانت معي خطوة بخطوة من أكثر الناس اللي دعموني في يعني في العرض هذا واهتموا فيني. بلس طبعا مثل ما قلت لك أهلي، العائلة الكريمة لهم تحية، الله يسلمك، زائد أنا أعتبر كل شخص ولو بكلمة ساهم معي، حتى لو بكلمة إيجابية، منهم الفولورز مالوتي اللي بالانستغرام، هذا بروحه انا بعد راح تسوي لايكات انا شكرا. طبعا اكيد تستاهليني بكل هالدعم هذا، لانك بالفعل تميزتي وابدعتي بهالمجال هذا. يمكن كانت لك كثير من الفرص في انك تشاركين شروق في معارض داخل الكويت اكيد وخارج دوله الكويت، بس لو ابي اخذها شوي من وجهه نظرك ونعرف مستوى العروض في دوله الكويت، ايش رايك يمكن بهالمستوى خصوصا عروض الازياء اللي قاعده تصير عندنا هنا؟ هو طبعا الفرق واضح بين الاثنين، بس قبل اقول الفرق في شخص ما ابي انساه بعد، اللي هي الاخت رشا الرومي، من الناس اللي دعموني في خطوط الجويه الكويتيه، الله يعطيها العافيه، هم من الناس اللي وقفوا رئيسة مجلس اداره الخطوط، ولها اعطر تحيه، واحده يعني من الناس حبوبه وجميله فعلا فعلا، ومن الناس اللي ساندوني في الشو هذا بعد، هم ما انسى دورها في قبل شوي يمكن ما نسيت الاسم كثرة الأسامي، بس ضروري أذكر هم دورها في ولا يهون أي أحد مثلا ما ذكرتي اسمه. وهذا ولك منه وعد ومن برنامج شباب قول وفعل، إذا أنت شاغبك قلبك وبغيتي الميديا كفرج علينا، نطلع وياك وين ما تبين، بس نغطي حق بنيتنا الكويتية شروق سالمين. أكيد تستاهلين. فلم ناخذها يمكن من وجهة نظرك عن مستوى يمكن العروض. أنا جربت وايد عروض بالكويت وخارج الكويت، الفرق للأسف يعني أنا أذكر هالنقطة، بس هي ناحية المصداقية شوية، يعني إحنا نعاني هني من العروض اللي بالكويت، إنه ممكن يونش يقول لك في العقد، أو يمكن ما يتصدق كل شيء بالعقد، إن النقطة الفلانية والنقطة الفلانية بتصير والشغلة الفلانية بنسويها، وايد يوعدون يخلفون. بالضبط، هذه نقطة. الشغلة الثانية واللي هي الأسوأ، انك انت ممكن تشارك، يعني طبعا المشاركه تكون بمبلغ معين من الفلوس، تيجي تلاقي تفاجئ ان عقب الشو تلاقي في ناس دافعين اقل، في ناس مو دافعين. فهذه ناحيه المصداقيه هي اللي نعاني منها، هناك ما عانينا من هالشغله، كان حتى بالنسبه للمبالغ كان فئات، يعني ممكن انت تشارك مبلغ كبير، ممكن تشارك مبلغ اقل حسب الميزات اللي راح تحصلها. حلو. زائد ان كل شيء مكتوب في العقد، يعني العقد كان يعني عقود الكويت صفحة صفحتين، هناك 13 صفحة العقد قريتهم عدل قريتهم، حطيت كل الشروط وسجلوا كل شيء يعني في العقد. ممتاز، يعني نقول هي المصداقية، وهذا شيء الحلو أكيد أن الواحد لما يشتغل من قلبه ويشوف فيه تقدير يمكن لهالعمل هذه، من خلال وجود مصداقية تضمن حقك أكيد. أكيد قاعدين نشوف يمكن إحنا جانب وصور من العرض أخيتي شروق في انتيات تو بوكس اللي عندنا، فهذا العرض اللي كان بوستفيلد
هذا واحد من العروض، يمكن هم حاطين حاليا عرض الكاجوال. حلو، الرنواي رائع ما شاء الله. اي كل شيء كان ما شاء الله، يعني الحضور كان رهيب، يعني 22 ألف اللي حضروا، شيء يعني غير الفي اي بيز اللي حضروا ما شاء الله من الدبلوماسيين وزوجات السفراء، فكان فعلا شيء منظم ومرتب، يعني مجهود فظيع. حلو. انزين شروق سالمين، ها بيني وبينك وما ابي اوهقك بالسؤال، لكن الاسم بحد ذاته الاسم مفخم وجميل ولا وضعه قلت لك في العالم العربي، ما فكرتي مثلا كشروق سالمين تسوي لنا فكره مثل فاشن فورورد اللي بدبي، او تسوين مثلا كويت فاشن ويك، بادره منك انت كشروق سالمين لان انت تمتلكين الاسم وتقدرين تلمين الناس؟ والله فكرت فيها، بس اكون صريحه معاك، انا في 2004 سويت مسابقه اللي عندهم موهبه تصميم الازياء. صح. حاربوني. افا اي يعني تحارب، يعني لان في ناس مو من مصلحتهم هذه الشغله تتم. لان انا لما سويتها انا سويتها فور فري، يعني ما سويت مثل اللي يسوون عروض الازياء اللي ياخذون المبالغ اللي تعرفها طبعا. المبالغ المهوله. بالضبط. فسويتها عشان اساعد الناس، بس في ناس قلبوا هذه المساله علي. فحتى لو فكرت اني اقاوم الحين واسوي فاشن شو، لازم يكون بصفات معينه، مثل على الاقل بصفات الفاشن شو اللي حضرته بلندن. حلو. يكون شيء مدروس. بس يبي له مثل ما قلت لك ترتيب ومقاومه في البدايه. اكيد اكيد انت قدها ان شاء الله وتصدين الموجه مو بس بذراعك، احنا كلنا معاك وظهرك نكون باذن الله. اكيد. فحلو الواحد انت ما شاء الله حطيت لك بصمه يمكن في هالعالم هذا، عالم الفاشل والازياء، في نجاحك بهالمجال هذا اكيد، وكنتي نجمه لامعه خلينا نقول بالسماء قاعد تبرق. نبي نعرف رده فعل اكيد يمكن الحضور من خلال وجودهم هناك على الازياء اللي شافوها، فشلون كانت ردود افعالهم؟ والله الأمانة ردود الأفعال كانت غير متوقعة بالمرة، يعني مثل ما قلت لك أنت رايحة من بيئة معينة لبيئة ثانية مختلفة تماما، فكنت خايفة هل راح يتقبلون شغلي أو ما يتقبلونه، لأني أنا سويت الستايل الأوروبي بس بالتاتش الخليجي. حلو. فكنت خايفة من ردة الفعل، تفاجأت فعلا بالحضور، ردة فعل الحضور، حتى عقب ما رجعت الكويت لحد الآن الإيميلات والعروض اللي قاعد تجيني أنا للحين مو يعني ما توقعت. ما أشوف شروق سالمين يقطعها كذي كذي تخطرف بسلف رجز. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريب مو بعيدة بإذن الله. تستاهلين أنت كل الطيب مثل ما يقولون. تسلم. زين مجموعة ويستفيلد، المصمم العربي متأثر بالألوان المحيطة فيه، يعني كإحنا مثلا متأثرين بألوان البحر، متأثرين بألوان الرمل والساند وغيره من هالأمور، فمجموعة ويستفيلد اللي أنت صممتيها شروق، وشفت الأمانة يمكن أنا غير الصور اللي شفناها هني شفت مقتطفات من بروفايل اختنا شروق سالمين، كلمينا عنها، خاماتها، الوانها، شنو يميزها عن غيرها؟ كان فيها تاتش مغاير لكل الكولكشنات اللي شفناها مال شروق سالمين. فعلا مثل ما قلت لك انا كنت احاول اخذ الستايل الاوروبي بتاتش عربي. حلو. مجرد تاتش عشان الناس تتقبل، يعني ما كنت يعني جايه بقوه في التاتش الخليجي او العربي عشان هم بعد يتقبلون شغلنا. صحيح. فسويت ميكس، يعني كانت في بعض القطع كانت ابيض واسود، اسود ولون ثاني مثلا معاه، الوان شوي تكون هاديه، وفي قطع لا كانت فيها الوان. حلو. لما تدمج الشغلتين مع بعض اول شيء ترضي اكثر من ذوق، يعني في ناس اذواقها تحب الالوان وفي ناس ما تحب الالوان، احنا يمكن شوي جريئين بالالوان اكثر منهم. تفاجات انهم حبوا حتى ستايلنا، يعني حتى الالوان الواننا القويه شوي هم حبوها. فانا سويت ميكس بحيث ارضي، حاولت اني ارضي جميع الاذواق سواء بالاقمشه او بالالوان. والاقمشه حاولت اخذ يعني انا كالعاده تدري فيني يمكن تتابعني شوي الاقمشه الثقيله، انا ما استخدم الاقمشه العاديه بحيث ان القماش نفسه يميز القطع اللي انا استخدمته. وللامانه يمكن القطع مالتك يكون سعرها فيها شويها ما بيصير عنصري، مو نفس الناس اللي تروح تشتري خامات من سوق دبي زين وتيجي تسوي دراعه ولا تسوي شيء وتحط عليها 300 400 دينار. اي مو هذه المشكله اللي نعانيها في التقدير، يعني احنا انا بالاقمشه مالتي ما استخدم اي شيء. الأقمشة تكون ثقيلة وتطلبين من برا، واطلب من برا ساعات وساعات، يعني انا اشتغل عليها ما في قطعة تلاقي خامها عادي او خامها تشيب لانه ينزل من قيمة القطعة. عدل. بس في ناس للاسف تقارن قطعنا بالقطع اللي انت قاعد تقول عنها، هذه ما نبيها القطع اللي انا قاعد اقول عنها، وهذا ما هو ابداع ولا هم مصممين، هم منفذين على الاقل، حتى لما تنفذون نفذوا بكواليتي حلو، تعلموا من شروق اكيد. والبنت الكويتية دائما ذويقة اكيد، وتعرف تنتقي وتختار شيء اكيد الافضل والقريب من قلبها. يمكن كثر عندنا عالم اكيد اقول الازياء والفاشن، بس مع هذا يتم
يمكن أو التم المصممة المميزة هي مميزة بحد ذاتها من خلال أكيد طرحها للأزياء أو الأفكار كثيرة تميزها عن غيرها. شروق أخيرا وليس آخرا، أكيد لتش يمكن تحضير جميل وأفكار جدا جميلة بالمستقبل، فياريت تكلمينا عنها. والله إن شاء الله السنة يعني هذه من الحين لآخر السنة والسنة بداية السنة الجديدة شوي في نشاطات وايد راح يكون لي مشاركات في تو فاشن شوز، واحد منهم عالمي رسمي عالمي يعني إن شاء الله، والثاني هم يعتبر عالمي بس راح يكون في الوطن العربي وجوده يعني. حلو. بلس إني أنا يعني وقعت عقود وخلاص بلشت، يعني أنا سفرتي الأخيرة كانت عشان كذي اللي وزعت شغلي في محلات في دول الخليج. حلو. وان شاء الله نكس ستيب في لندن ان شاء الله يا رب دائما تكونين واصله للعالميه للامانه. وشروق اكيد من النجوم او من البنات الكويتيات اللي كلنا نفتخر فيها للامانه، واكيد هاشم الكل مستانس والكل تشوق انه يشوف اكيد اكونت شروق. انا بعطيهم حصريه، شوفوا اكونت شروق راح احط لكم اياه على التول بار مثل ما يقولون تحت اكونت الانستغرام مالها، تقدرون تشوفون صور تصاميمها ديزاينها، وايضا فوق هذا ذاك يعني ملتطفات من حياتها اليوميه الجميله حصريه من لكم. انا اسف شروق، ترى راح تسوي كولكشن رجالي قريب، وترقبوه وتريوه. هذا المفروض سر، هذا سر بيني وبينك بس ما اقدر احضر السر قالوا فعل. يعني حق الرجال اكيد لهم نصيب اكيد، وهذا شيء وايد حلو بادره طيبه من شروق. فالكل اكيد حاب انه يتابع ويشوف يمكن مواهب شروق، وتقدرون تتابعونها عن طريق الانستغرام. شروق سالمين، كل الشكر لك على العنوة وعلى اليية وعلى هذا العقل الرائع اللي قاعد يعطينا إبداع وبرودكشن أروع. مشكورة شروق. تسلم، شكرا لكم على استضافتي وعلى الكلام الحلو اللي رفعته فيه معنوياتي، ما قصرت. أقل من قدرك وتستاهلين، وكل فتاة كويتية عندها موهبة، وأيضا كل شاب كويتي عنده موهبة، فكرة، مبادرة أو حتى فعالية شبابية يستاهلنا مو بس ندعمه، يستاهلنا نحطه داخل عيوننا ونلحفه مثل ما يقولون بجفوننا، لأن كويتي قول فعل. أكيد. وختامها مسك مع طاقات شبابية إبداعية إيجابية نفتخر فيها دائما أكيد، على أمل أكيد دائما نتواصل معاكم في مواضيع جميلة أكيد وضيوف مبدعين في مجالات كثيرة. نتمنى الكل يتواصل معنا عن طريق أكاونت الإنستغرام شبابي كيو 8 تي في، على أمل دائما نتواصل معاكم على الخير والبركة. نشوفكم على خير. 2 4 6 4 8 9 8 أي نقد في أمان الله.